السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلبة قسم هندسة تقنيات الحاسب، هذه الدراسة الصباحية والمسائية المرحلة الرابعة. تحدثت بالمحاضرة الأولى عن الأجيال الأول والثاني والثالث والرابع، وخليناهم كمقارنة كل واحد مميزاته والديسادفانتج مالته والشغلات اللي يشتغل عليها. وبعدين تحدثت عن الجيل الخامس المميزات، وقبلها تحدثنا عن الوايرلس كوميونيكيشن سيستم وشنو الانواع مالته، الكلاسيفيكيشن مال ترانسميشن شنو انواعهن وهكذا. هذا كان كليته مقدمة للموضوع الرئيسي مالتنا، المادة اللي راح ناخذها ان شاء الله بهذه السنة اللي هي سيلولار سيستم. بال هذا الفصل ان شاء الله راح تدرسون الكونسبت الرئيسية اللي تخص هذا السيستم والبلانينج، وبعدين نتعمق اكثر بالادفانتج والديسادفانتج وشلون احسن هذا السيستم مالتي. بالنسبة للسيلولار سيستم، انا عندي لكل نظام عندي عناصر رئيسية واكو رابط بيناتهم. العناصر الرئيسية اللي متكونة هنا عندي هي الام اس اللي هو الموبايل ستيشن، اللي اقصد بيه الموبايل الخاص مالتك، البيس ستيشن اللي هو المحطة اللي تبث للموبايل واللي يصير كونكشن بينك وبين الشركة المزودة عن طريقها، يعني اللي اقصد بيه انه هو البي تي اس او البرج. بالنسبة للام اس سي موبايل سويتشنج سنتر اللي هو امثلها مثل البدالة، هي البدالة الكبيرة اللي تسوي لي عدة فانكشن راح نيجي عليها ان شاء الله بعد شوية شنو الفوائد مالتها. والعنصر الاساسي الاخر هو اسمه LR اللي هو اللوكيشن ريجستر، من اسمه ريجستر معناته عندي خزن بالموضوع، معناته عندي داتابيس. بالنسبة للسب سيستم عندي الار اس اس، عندي الان اس اس، عندي الاو اس اس. طبعا الان اس اس هو الشيء الرئيسي اللي راح يتضمن هذا الشابتر، لان الام اس سي هي جزء من الان اس اس اللي هي نتورك سويتشنج سب سيستم. اروح على الشيء الاساسي بالنسبة للام اس سي اللي هي شنو وظيفتها. اللوكيشن ريجستر شنو وظيفته وشنو التقسيم مالته؟ قبل ما اجي على هذني الامور لازم تفهم انه شلون متكون السيستم كصورة على مود تفتهم عمل كل واحد بيهم. الموبايل اللي هو انا سميته الام اس او موبايل ستيشن راح يربط ببرج، وانتو شايفين كليتكم هذه الابراج اللي داير مدايركم اللي تخص الشركات الهاتف النقال مثلا، يعني هي واحدة من الشغلات او واحدة من الاكزامبلز. هذه راح تربط بي اس سي، والاب بي اس سي مربوط بام اس سي. كل ام اس سي اللي هي خلينا نقول عليها مثل البدالة اللي هي كبيرة، هو السنتر اللي يسوي لي السويتشنج والمكالمات، هو اللي يسوي عدة فانكشن للمكالمة. هذا يربط به أكثر من بي اس سي، وكل بي اس سي يربط بها أكثر من برج، والبرج الواحد يربط به أكثر من موبايل. هو هذا التصميم الأساسي للسيستم ماتي. بالام اس سي نفسها راح تلقون فتشي اسمه Authentication Center، HLR Home Location Register، VLR Visitor Location Register. يعني هذين الشغلات الأساسية اللي راح نتحدث عنها بعد شوية. أرجع إلى الفانكشن مال الأمس. الفانكشن مال الأمس أنا عندي ثلاث شغلات رئيسية تسوي لي اياها الأمس اللي هي البدالة الرئيسية اللي تتحكم بهذا السيستم ماتي.
اللي هو توزيع الفويس شانل تو ايتش كول. كل كول مستحيل اقدر اسوي لها او انقل الداتا مالتي من الترانسميتر الى الريسيفر اذا ما عندي اني شانل. هذا الشانل من يحدد لي اياه وشنو هو؟ هو الام اس سي بيرفورم هاند اوف. كلمة هاند اوف او الهاند اوفر راح تسمعوها كلش هواية، هي عملية انتقال الداتا من برج الى برج ثاني اثناء التجوال. مثلا انت قريب من برج اي وابتعدت عنه، رحت الى برج بي، فالاشارة مالتك اوتوماتيكيا راح تتحول الى هذا البرج وتقوم يصير الاتصال للبدالة عن طريق البرج بي، هو اللي راح يوصل السيجنال مالتك. هي هاي عملية الهاند اوف، وراح نجيها بتفاصيلها ان شاء الله بهذا الشابتر في محاضرة من المحاضرات. هذا شغلتين. شغلة الثالثة مونيتور the call of billing of automation. بالنسبة للبيلينج اللي هي الفاتورة، ايش قد بقى عندك رصيد وايش قد راح يصير عندك اذا انت كنت من ضمن البلاك ليست او لا، كل هذه الامور هي تسوي لها كنترول الام اس سي اللي هي الفانكشن الرئيسيه مال الام اس سي. طبعا هذه بعض الامور، اكو امور اخرى كثيره. ارجع اذا فت شغله مهمه اللي هي اللوكيشن ريجستر. بالنسبه للوكيشن ريجستر طبعا لازم انا عندي هاي كاباسيتي لو ديلي، لو ديلي حتى لا يصير عندي ديلي اثناء المكالمه، يعني وقت ضاع اللي هو وقت الانتظار خلينا نقول حتى يبحث عن الزائر. انت تريد تخابر شخص معين وهذا الشخص احنا نسميه مثلا فيزيتر، حتى لا تستغرق وقت. بالنسبة للهوم لوكيشن ريجستر كل هو طبعا في الديتابيس كلش او سنتر ديتابيس كلش واسع، يضم كل الانفورميشن مال السبسكرايبر، كل المعلومات اللي تخصك راح تنضم بهذا اللوكيشن هوم لوكيشن ريجستر. المعلومات اللي تخص الفيزيتر راح تنضم باللوكيشن ريجستر الخاص بالفيزيتر. مثلا واحدة من هذني اللي هو اللوكيشن مالته، مثلا وين هسه اخر احداثياته بالمنطقة اي بالمنطقة بي، مين دا ياخذ الاشارة مالته، كل هاي تنخزن بالفيزيتر لوكيشن ريجستر. طبعا هذا يصير temporary وهذا يصير دائما هو ثابت. ارجع الى موضوع ثاني اللي هو كم channel اني موجود عندي او كم نوع من الشانلات اني موجود عندي بين الموبايل ستيشن والبرج اللي هو البي تي اس. شخص ما اكو احتمال يقول انا عندي شانل اللي هو الفويس بس عندي مكالمة بيني وبين البرج او هذه السيل. السيل يعني اقصد بها البي تي اس، اقصد به البرج. زين اذا انت عندك اصلا مكالمة، منو دا يتحكم بالباور اللي بينك بين البرج؟ منو دا يتحكم بالهاند اوف اللي هو الهاند اوفر اللي تنقل بين الابراج؟ مثلا عندك استخدمت او ردت في الداتا معينة او اللوكيشن ماتك شون ينتقل، او اللوكيشن اثناء وضع التليفون ما عندك اتصال هسه حالي ولكن البرج هو يعرف انت وين، او الام اس سي هي تعرف بالضبط اللوكيشن ماتك شلون وانت ما مسوي مكالمة. اذا اكو فد شيء اسمه كنترول شانل. اذا ما موجود هذا الكنترول شانل راح تصير عندك عدة مشاكل وما تقدر اصلا تتحكم بالشانلات وبهواي شغلات تخص تحسين الاداء.
عندي voice channel وعندي control channel، هذه بيني وبين البرج بالضبط مثل هذه الصورة اللي قاعد أشوفها مقابلك. هذا مختصر للحكي اللي راح تشوفوه. أنا عندي forward وعندي reverse. الفورورد هو دائما من الكبير إلى الصغير، يعني من البرج إلى المستلم. فالبرج هذه أسميها forward، إذا يرجع أسميه reverse. عندي voice channel VC وعندي control channel، فهو هذا التوزيع مالتهن: forward voice channel، reverse voice channel، وعندي كنترول. زين، فالفويس هو جزء او هو واحد من الشانلات اللي المربوطة بينك وبين البرج نفسه. اثناء عملية الانيشيتينج اوف موبايل كول، هذه العملية أنا لما أبدأ بعملية الكولينج أكو عدة أشياء راح يعني راح يصير بينك وبين الأمسي، عدة أشياء وعدة خطوات تخلص. يلا هذاك الوقت تأمل لك عملية الكول. هذه الخطوات وهذه الإشارات اللي بينك وبين البرج المعني تروح عن طريق الكنترول شانل وليس الفويس. فهذا التقسيم مالته. فبكل سيل بكل برج راح تلقي انه الام اس سي راح توزع، او هو طبعا جماعة البلانينج راح يوزعون هذا الى هل قد فويس شانل هل قد كنترول شانل. هذا ان شاء الله راح تجي عليها بعدين. اروح الى الاشارة مالتي، اروح الى السيستم مالتي او البلوك دايجرام اوف سيستم. هنا أنا شون تصير عملية الكول. طبعا شون تصير عملية الكول انا بخلي لك اياها هنا، انا شارح لك شرح جدا بسيط وشغلات اساسية بيها بدائية، ويعني ما راح ادخل بالتفاصيل. دخول الى التفاصيل هذه، بعض التفاصيل for your information طبعا هسه حاليا ما تفيدك. انا اريد اهم شيء اعلمك السيستم شون دينبني وشنية الشغلات والمكونات الاساسية وشون توزع الشانل. هذني الشغلات نرجع لها يعني ان شاء الله لاحقا. بعض المفاهيم الاساسية اللي تخص عملية الكولينج، اكيد الاشارة راح تنتقل من الموبايل ستيشن الى البي تي اس، والبي تي اس راح ينقل الاشارة الى البي اس سي، والبي اس سي راح تنقلها الى الام اس سي. هذا هي توجيه الاشارة مالتك راح يكون بهذا العمل. اكو عندي في ال ار، اروح على الفيزيتر لوكيشن ريجستر اللي هو على مود اعرف اللوكيشن مال اللي اريد اتصل بيه وين بالضبط، او اخر موقع له. وبعدين البدالة راح تربطني بالاثنتيكيشن سنتر AUC حتى تحصل الموافقة انه هذا الرقم اوكي مسموح وموجود ومسجل من ضمن اللائحة. اكو عندك مشاكل بالبلاك ليست ام لا، هذه كليتها عندك رصيد لو ما عندك رصيد. ورا ما تكمل هذه الاثنتيكيشن كليتهن دز تقول اوكي تصريح موجود، هذاك الوقت اني راح يأمن لي شانل ويا الريسيفد ويا الفيزيتر، واقدر افتح شانل بيني وبينه. يعني هي هاي الشغلة فد يعني خلينا نقول بسيطة ومبسطة لعملية الكول، بس مجرد هنت يعني هي مو بهالسهولة. ولكن الإشارات ما أريد أدوخك بها حاليا بقدر ما أنا عندي شغلات أساسية أخرى لازم تعرفها.
بالنسبة للي يريد يعرف شلون تصير عملية الكول، هذه فد مخطط انه اولا من بدت عملية وثانيا وثالثا و يعني صارت من موجة وش رجعت. طبعا بكل نقطة من هذني المسارات، مسار الاول والثاني، كل واحدة بها فد سيجنال وإلها اسم معين. هذا ما تحدثت عنه عن الكولينج. المطلوب من عندك هذا الرسم طبعا جدا مهم ولازم تحفظه، التكوين مالته. ارجع الى بعض المفاهيم الاخرى اللي هي تخص الهاند اوف اللي تحدثت عنده، او الهاند اوفر قلت لكم. If the mobile unit move out of range، يعني انتقل من الرينج او من الديستنس اللي تخص هذا البرج المعني الاولي، خلينا نقول نقطة A، وراح باتجاه نقطة B من سيل نمبر 1 الى سيل نمبر 2، وسيل نمبر 2 هي التغطية تابعة لهذا البرج، فأكيد راح يصير ترافيك بالشانل، والشانل راح تصير راح تتبدل من الأولى إلى الثانية، يصير عملية ترانسفير للشانل. طبعا هذه العملية أنا أقصد بها هي الهاند أوف أو الهاند أوفر. أكو عندي بعض المفاهيم الأخرى اللي يجب أنه تفتهمها. كول بلوكينج، دائما راح تجيكم هاي الكلمة هاند أوف، كول بلوكينج، كول دروب. أذني ثلاث أشياء تحفظ لي إياها. كول بلوكينج معناتها ما عندي شانل، فأثناء عملية البدء بالمكالمة أريد أسوي مكالمة أو أريد أتصل بشخص ما، هذه العملية لازم أنه البرج يسمح لي أنه أو ينطيني فتشانل معين. هذا الشانل إذا ما موجود راح يصير عندي كول بلوكينج. ف if traffic if all traffic channel assigned to the nearest base station are busy، لما عندك كليتهن مشغول ذاك الوقت راح يصير عندي فشي اسمه كول بلوكينج. هو مو العملية اللي تسويها اللي مثلا هسه عندك بالبرامج بلوك سوي له بلوك تحجبه، لا هذه غير شكل، هذه انه ما عندك ولا شانل يقدر يأمن لك اياها البرج حتى تسوي عملية الكول. فلازم تنتظر انه واحد من الاشخاص يطلع، ذاك الوقت تدخل بمكانه. هاي شغلة. الشغلة الاخرى اللي هي كول دروب. كول دروب هي عملية سقوط الإشارة، يعني الإشارة مالتك السيجنال تنتهي. مثل تم جربين مرات تخابرون وبعد مثلا مضي دقيقة أو أقل أو أكثر والمكالمة تنسد من كيف بدون ما أنت تسوي يعني إغلاق للمكالمة. هذه العملية تصير في حال شيئين صارت عندك: weak signal إذا الإشارة أنت ابتعدت مثلا عن البرج وصارت كلش بعيد، فأكيد لها فد threshold. أنا مخلي threshold معين أنه الإشارة مالتي لما تبدي تصير ضعيفة والسيجنال to noise ratio يصير كلش قليلة، هذاك الوقت أوقع المكالمة، يعني هاي هي أقطعها، هذا فد شيء أوتو يصير. أو أكو شغلة ثانية تأثر اللي هي الانترفيرنس. الانترفيرنس اقصد به التداخل، اذا عندك موجة اخرى متداخلة معها بالفريكونسي ذاك الوقت انا راح يصير عندي انترفيرنس، اكيد راح يسقط لي المكالمة. فهذني الثلاث اشياء الرئيسية اللي اريدها من هذه التعريف، وهذه الاشياء دائما راح تجيك بالمستقبل. RF planning واللي هو الموضوع الأساسي اللي يخص هذا الفصل، كل شركة من الشركات لازم إلها فتشي اسمه RF planning اللي هي طبعا مال الاتصالات، هي الخاصة عن
توزيع، يسوي في التوزيع خاص للأبراج، وتوزيع يشمل جغرافي أو تشانلات كتردد. هذا الشيء أو هذا العمل يسويه قسم اسمه بلان، قسم البلان. كل شركة موجود طبعا راح تلقاه. فأكو عندي شغلتين أساسية اللي هو التوزيع الجغرافي وكذلك كمية الشنالات اللي أني أحددها واللي أنطيها لكل برج. كل هذا الشغل أو هذني الشغلتين الأساسية عملية اختيارها وعملية ديزاين، خلينا نقول إلها تحصل لي نتائج جيدة بالفد مصطلح اسمه الكاباسيتي. حتى أحصل كاباسيتي كلش عالية لازم أسوي بلان كلش مضبوط. الكاباسيتي هنا أنا أقصد بيها مو سعة الموجة أو خلينا نقول سعة انتشارها، لا، السعة هنا أنا how many subscriber can call at each time، يعني أني كم خلينا نقول شخص يقدر يؤدي مكالمة في نفس اللحظة. هذا أنا أسميه الكاباسيتي. مثلا أنا عندي هسه حاليا 3 يقدرون يسوون عملية الكول بنفس اللحظة، وعندي في مكان ما مثلا 100 واحد يقدر يسوي كولينج، فأكيد 100 هي أحسن من 3. أني ما استفاد، يعني اكو احتمال هذول 3 لازم ينتظرون، هم 100 شخص لازم ينتظرون 3 يخلصون على مود هم يسوون عملية كول ويحجزون شنلات. هاي عملية حجز الشنل هي تصير بيها كل شوية طبعا مشاكل. شنو الفايدة أني بحالة اللي دا أريد أسوي كول وما دا ألقي شنل؟ بعد شنو فايدة هذا السيستم بالكامل؟ شنو فائدة انه اشتريت تليفون اصلا اذا بالحالة الضرورية ما اقدر اسوي كولينج؟ فلازم اوسع الكاباسيتي مالتي حسب شغلتي. انا طبعا جغرافيا اقصد بيها انه المكان مرات يحددك، المكان الجغرافي من جبل سهل او مكان بحر، اماكن الدائر مدارك، الطبيعة البشرية اللي موجودة. مثلا مكان اني بي عندي منطقة خلينا نقول بيها 100 واحد، عدد شنلاته هل هو مساوي لمنطقة بيها مثلا 100,000 واحد؟ اكيد لا. واكيد توزيع الابراج اللي هناك يختلف عن هنا. توزيع الابراج جغرافيا مثلا على طريق سريع، وعلى اليمنى واليسرى مال الطريق السريع هو صحراء، هل السيال ماتي هي مشابهة للسيال اللي أخليها بنص منطقة اللي داير مدايرة كلها ناس وأسواق ومكتظة خلينا نقول بالسكان؟ أكيد لا، هذه تفرق عن هذه. فهذا كليته شغل الـ RF Planning. أروح على السيال تايب، كم نوع من انواع السيلز انا عندي؟ عندي 4 انواع من السيل. النوع الاول اللي هو المايكرو سيل، اللي هو الكفرج مالته طبعا راح يصير عالي، يعني تقريبا 6 مايل ان دايمتر. طبعا هذا استخدم به طبعا هاي باور، وهو اكيد اصلا كل ما كبرت الرينج او الدايمتر مال السيل ماتي او الكفرج اريا، فلازم تحتاج الى هاي باور ترانسميتر. زين، النوع الثاني اللي هو المايكرو سيل. المايكرو لا، تقريبا الرينج مالته هو اقل من الماكرو اللي هو 0.5 مايل ان دايمتر. نستخدمه هو هذا دائما بالمناطق المزدحمة بالسكان، مناطق المدن، لأن يعني الباور ما تصير أقل بهواية من المايكرو سيل. بالنسبة للنوع الثالث اللي هو البيكو سيل،
البيكو سيال هي سمول سيال، كلش صغيرة، الباور مالتها كلش بسيط. هذه احنا نسميها اندور يونت، اللي هي نقدر نخليها مثلا بالمطارات، بالاوفيس، بالمول. هذني تأمن لي الاتصال بيني وبين البرج في حال انه مثلا انت عندك عوائق بينك وبين اقرب برج الك. قسم هسه من عندكم مجربها، انه لما يدخل للبيت مثلا، وخلي نقول غرفة بداخل فد غرفة معينة، فالاشارة مالتي راح تصير جدا بسيطة. ما تأمن لي الاتصال بيني وبين الامسي عن طريق البرج. ولهذا شو اسوي؟ اجي انصب اندور يونت، وتشوفوه كلش هواية طبعا، هي موجودة خاصة بالصالات مال المطار، بالمترو، بال يعني بالمولات. اذني دائما حتى احقق الاتصال بين الترانسميتر والريسيفر، تقوي لي الاشارة مالتي. وعندي سيلكتيف سيل اللي هي مثل السكتر، السكتر كليتكم انتو شايفيه بالبرج، يصير تقريبا الشكل مالته مستطيل طولاني. هذا السكتر استفاد من عنده انه اذا ما اريد ابث ب 360 درجة، كل انتنا هوائي مثلا عندك الهوائيات اللي مسؤولة مثلا مال السيارة مالتك، الهوائي داير مداير 360 درجة من ما تجي السيجنال يستلمها. ولكن اكو هوائيات سيلكتد مثل النانو ستيشن مالتك او النانو بريدج، هذني باتجاه معين مال الانترنت، اقصد باتجاه معين، او هذا السكتر اللي موجود بالبرج هو باتجاه معين حتى اغطي فد مساحة معينة. مثلا انا عندي نفق واريد اغطي بس هذا النفق، والدائر ما دائرة ما يهمني، عندي صخر شكو اني مثلا مزودة باشارة وما استفاد من عدها، وبالتالي يعني حتى خسران انتنا وخسران مثلا باور. فاحدد المنطقة المعينة اللي اريد اسلمها الاشارة، وبالتالي انطي اللي هو هذا سيلكتيف سيل. اكو شغلة اخرى تخص السيل نفسها. اكو احتمال تشوف سيل برج التغطية مالته جدا واسعة، او الكفرج مالته خلني نقول واسع، وكفرج سمول. اذا قللت السيل سايز، السيل سايز اقصد البرج نفسه، التغطية مال البرج، هذه التغطية اذا صغرت او اذا كبرت ايش راح يصير؟ فاذا صغرنا السيل معناته عدد الابراج راح يكثر عندي على مدى غطي المساحة المعينة، صحيح؟ ف decreasing cell size ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى increase user capacity. فاذا اني عندي منطقة كان بيها 100 شخص وعندي برجين مثلا، وازدادوا بعد سنتين هذه 100 شخص صاروا مثلا 1000 شخص، اقول له اوكي ابني ابراج اخرى ازيدهم واقلل المساحة اللي تغطيها كل برج، وحتى الباور طبعا ما راح يقل، وابني ابراج اخرى. بهالتالي هذه العملية راح تزيد عندي الكاباسيتي، لان كل برج الى عدد من الشانلات، فبدل ما انا عندي كان مؤمن 100 شانل، هسه راح اقدر امن مثلا 1000 شانل. الديس ادفانتج مالتها راح تصير عندي هاند اوف. ليش؟ لان انا قبل كان عندي برجين بالمساحة المعنية، هسه راح يصير عندي مثلا 10 ابراج، فكان عندي عملية تنقل الاشارة بين برج A و B فقط. هسه راح يصير عندي عملية تنقل بنفس المنطقة بنفس المساحة الى اذا اردت اتمشى بيها كليتها، فراح يصير عندي تنقل الاشارة بين برج وعشر ابراج اخرى او تسع ابراج اخرى، لان هنا كليتين عشر. ف
فعملية التنقل الإشارة بين برج وبرج راح يزداد، وهذا طبعا يعتبر disadvantage، أخسر delay وtime ويعني شغلات أخرى اللي تخص الهاند أوف راح تجوها إن شاء الله بالمحاضرات الجاية. بالتالي أنا راح يصير عندي complexity in location، راح يصير عندي كلش عالية، راح تتعقد أكثر طبعا. والأدفانتج أنه low power conception in mobile terminal، ليش؟ كل ما أنت تقلل المساحة مالتك كل ما الباور راح تقل الضائعة، وبالتالي حتى الموبايل نفسه الباور راح تقل الضائعة مالته. ليش؟ لما ابتعد عن البرج واخابر اكو احتمال اقدر اخابر 5 ساعات، لكن لما اقترب من يم البرج واخابر اقدر اخابر مثلا 10 ساعات اذا كنت بصف البرج. ليش؟ لان الباور لما اني بعيد اكيد راح ارسل اشارة باور مالتها اعلى، وبالتالي راح اخسر باور، فهذا الشيء هنا راح يقل عندي بالكريزينج سيل سايز. الموضوع الاخر اللي هو الهكساغون. شنو هو الهكساغون؟ هو الشكل، هو الرسم الهندسي اللي اسويه بعملية الديزاين. ليش اختاريت اني هكساغون؟ زين، احنا اصلا قبل عملية اختيار الهكساغون اللي هي هذا الشكل الخلية، طبعا انا عندي صارت 3 شغلات اساسية اللي هي المستطيل والمثلث والهكساغون، وبدأوا يسوون تجارب عليهن انه ياهو الاحسن من كل النواحي. شافوا انه الهكساغون هذا الشكل هو افضل شكل لتحقيق الخلية مالتي. شنو هي المميزات مالته؟ اول شيء اني ما عندي gap or overlap، ما عندي فراغات. اذا سويت دوائر فبين دائرة ودائرة راح تلقي فراغ، او اكو احتمال راح تلقي تداخل بين دائرة ودائرة اخرى، هذا التداخل راح يسبب لي interference. اما gap راح يسوي لي no signal، يعني اذا عندك فراغ بين برج وبرج هذا الفراغ شلون اغطي؟ اذا واحد من المشتركين راح هناك دا يخابر معناتها ماكو اني عندي اشارة اله. فحتى اتلافى هذه الشغلات سويت هذا الهكساغون، بالتالي كليته عملية منظمة من ناحية الشكل، فراح اغطي كل المساحة. زين، اذا قسنا الهكساغون المساحة هذه مالتي بالنسبة للسكوير والتراينجل، شفناها large area compare with square and triangle، واذا هذه صارت large كمساحة التغطية هي اكبر من السكوير والتراينجل، معناتها عدد الاوراج اللي راح ابنيهن حتى اغطي مثلا عاصمة او محافظة هي اقل من عدد الابراج اللي راح تنبني اذا سكوير او تراينجل، بالتالي الكلفة راح تصير عندي اقل. زين، اكو شغلة اخرى اللي هي تستخدم اكو ديستانس انتنا، طبعا هذه شغلة اساسية ومهمة، انه كل الهوائيات اللي تستخدم بالهكساغون هي لها نفس ال distance. يعني هذه الشغلات الأساسية اللي تخص هذا الشكل أو لوش استخدمنا هذا الشكل. كل دي أنا راح أعني بين center و center of cell، راح أسميه دي بين center و center، المسافة بين center of one cell to another cell راح اسميها دي small. شلون اقدر استخرجها؟ هي عبارة عن جذر 3 R
والار اقصد به هو الراديوس مال كل سيل. فاذا انطيتك الراديوس تقدر تستخرج لي الدي. زين الاريا اذا اردت المساحة اللي يغطيها البورج مالتي، اقول لك اعطيني نصف القطر، تعطيني نصف القطر هالقد مثلا كيلو او هالقد متر، تخليها 3 جذر 3 على 2 ار تربيع اللي هي الراديوس، اقدر استخرج الاريا اوف ذا هكساجون. هذه بعض الشغلات الرياضية اللي تخص هذا الشكل، طبعا هي مفيدة بالعلاقات والمسائل الرياضية اللي راح تجينا. أعزائي الطلبة، بالنسبة لهذا الموضوع بمسائل رياضية كلش هواية، وبالتالي لازم تتعلم بعض المعادلات اللي تخص هذا الموضوع. هاي المعادلات أنا راح اختصر لك إياها، راح أكتبهن وأنزل لك إياها بالكلاس روم حتى تشوفها وتحفظها، وكل واحد والرمز مالته وشنو يعني. مجرد انه راح تحفظها راح تفتهم الفيلم بالكامل، وراح تبدي تحل اي سؤال ان شاء الله ممكن بخصوص هذا الموضوع. فراح اتوقف انا لهنا واكتب لك هذين الشغلات اللي قلت لك عليها وارسل لك اياها، ونبدي ان شاء الله نكمل بالمحاضرة الجاية هذا الموضوع والمسائل اللي تخصه وشنو الاشياء المتعلقة به. شكرا جزيلا لكم.